السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله طلبتوا لي واحد السيدة اللي هي باغا تشري واحد الفران لا كويزين ديالها، ولكن هي ما باغاش فران اون كاسترابل، باغا فران غير عادي، وسولتني على آخر فران اللي كاين دابا في السوق. الفران اللي خرج التالي في السوق هو الفران ديال بيكو اللي كتشوفوا معايا، هو هذا كما شفتوا. هاد الفران من الداخل ديالو فيه شويه ديال الدجاج وفيه تبصيل عادي كيمشي على الطول ديال الفران، وفيه الشبكه، وفيه مول كيك اولا مول بسطيلة ولا اللي بغيتي. بالنسبه للاكسسوار دخلاني فيه اربعه ديال الاكسسوار كما كتشوفي معايا. هاد الفران الحجم ديالو كبير، ماشي فران اللي هو صغير. كما كتشوفي معايا راه فيه الفونتيلاتور لداخل، يعني افيك فونتيلاتور لا شالور كتكون تورنونت، يعني الحراره ديال الفران كتوزع عليه كامله، يعني كتحط شي حاجه في البلا ديالك كطيب من الجناب كاملين. بالنسبه لهاد لوفور ليتراج ديالو راه فيه 50 لتر، يعني من الحجم الكبير. كما كتشوفي معايا هنايا كاين الوقت، وكما كتشوفي معايا في الوسط كاين لي بروغرام ديال هاد الفران، تقريبا فيه كاع لي بروغرام، فيه ديكونجلاسيون يعني شي حاجه عندك جامده تديكونجليها، عندك الفونتيلاتور ولا غري من الفوق، عندك الفونتيلاتور ولا غري من التحت، عندك طيبي من الفوق ومن التحت او ميم طون، عندك هنايا شويه ديال الدجاج مع لا غري من الفوق، هنا الفونتيلاتور افيك لا غري، وهذه حتى هي ديال شويه ديال الدجاج. والفوق كما كتشوفي معايا الحراره، فالحراره ديالو كتوصل حتى ل 260 درجه. كما كتشوفي معايا اختي هذا الفور هو هذا ديال بيكو اللي اخر ما كاين كما كنقولوا في السوق. كاينين بزاف ديال لي فور اللي حتى هما كاينين معاه حاليا تيتباعوا بحال طوريوس، وكاين الفور ديال مولينكس، ولكن هذا اخر ما كاين في السوق، وحتى بالنسبه لا لاكاليتي ولا لا مارك مزيانه. بالنسبه لمارك بيكو اللي ما كيعرفهاش، هي انها ماركه تركيه كدير حتى هي جميع الالات، عندها الثلاجة ماكينه التصبين والغسالات. وبالنسبه لهذا الفور تقدري تحضري به جميع الوجبات اللي انتيا تبغي طيبيهم فيه. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس والاعجاب، وشكرا للتتبع ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.